أنا برأيي أنه كما سمعنا في جلسات مجلس الأمن السابقة، والتي أنا على الأقل عقد 4 جلسات حتى الآن، جميعها باءت بالفشل نظرا للفيتو الذي استخدمته روسيا. الآن الجمعية العامة يعني إلى حد ما مكفولة من تصويت الفيتو، وبالتالي الآن يجري التصويت من 193 دولة على قرار أو مشروع قرار خاص بالعمليات العسكرية الروسية، والمتوقع أن يصدر هذا القرار وربما سيد يأخذ باسم، الأغلبية مكفولة الروسية. لكن غير ملزمة. مكفولة، صح، صحيح، هذا مكفولة ولكنها غير ملزمة. ولكن حتى لو تم اتخاذ القرار فبالتالي لا يعني شيئا، كما شاهدنا في الجلسات السابقة منذ آخر يناير حتى تقريبا الأسبوع الماضي أو الأسبوع الأخير من شهر شباط، كل الجلسات لم تأتي بشيء عمليا، لم تحدد شيء، لم يكن لها أي مفعول. يعني إذا كان تصويت مجلس الأمن لم ينفع وأبطل بقرار الفيتو من روسيا، فما بالك بتصويت الجمعية العامة على مشروع قرار، وهو يعني أكثر منه يستخدم اللغة العاطفية، لغة التردد، لغة الارتجاف، ولكن هذا ما يشبه الجعجعة التي لا تنتج طحيناً عملياً. إذن ما فائدتها؟ هل هي بغرض يعني بحكم الضرورة وربما حفظ ماء الوجه بحسب ما تحدثت؟ يعني ممكن أن نقول ذلك إذا علمنا أنه إحدى الجلسات التي عقدت في السابق من مجلس الأمن هي أصلا كانت جلسة مقررة منذ سنة أو منذ سنة 2014 للبحث في موضوع أوكرانيا والقرم، وهذا إذا ما زالت من 2014 مجلس الأمن يناقش هذه القضايا حتى هذه السنة، فما بالك في مشروع قد يأخذ أسبوع وقد يتعطل، لأنه الآن روسيا غير مهتمة بما يجري حولها، يعني على الرغم من أن العقوبات شديدة وفتاكة ومسائل أخرى، ولكن تصويت الجمعية العامة بهذه الطريقة لا يعني شيء، لأنه روسيا اتخذت القرار ولن تتراجع تحت أي ظرف من الظروف، هي تريد طيب الانقضاض والحصول، نعم، هي يعني تريد لنترك الانقضاض إذن، والحصول على دورها في قيادة العالم أيضا. لنذهب إلى ما دخل حيز التنفيذ. أعلن الرئيس طبعا الأمريكي إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة الأمريكية أمام الطائرات الروسية، وهذا سبق قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي وكذلك كندا. ما حجم تأثير ذلك برأيك؟ يعني هذه عقوبات إضافية على العقوبات الاقتصادية، هي عمليا تعطل القدرة الروسية على التحرك في العالم، على النشاط الاقتصادي، على النشاط التجاري، على الذهاب والإياب، وأيضا هي عقوبات ليست فقط على الرئاسة السورية أو الروسية، آسف، ولكن أيضا عقوبات على الناس، على التحرك البشري، وبالتالي هي إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الصارمة أيضا عقوبات جوية، وقد تصل أيضا وقد أو ربما وصلت إلى العقوبات البحرية، وهذا من باب التضييق الأكثر حدة وشدة على روسيا، تضييق وهو ما ربما ليس بإحكام. سيد باسم، ببداية الأزمة أمريكا كانت تحشد الجهود وتنسق الجهود الأوروبية ليتم اتخاذ عقوبات صارمة، لكن البعض يرى بأنه اليوم الاتحاد الأوروبي ماض وبسرعة كبيرة وبشكل حثيث في وقت بأنه تبدو فيه الإدارة الأمريكية متريثة من العديد من الجوانب والعقوبات. ما رأيك بذلك؟ يعني بحكم أن الولايات المتحدة هي القوة العظمى وقائدة العالم، فيجب أن تكون كذلك، يجب أن تتريث لأن تترك مجالا لأي حوار في المستقبل أو أي ثغرة أو أي منفذ أو أي عمليا مسارات جانبية ومسارات خلفية، لكي يعني تكون في من باب السيطرة على الحل إذا كان هناك نوايا لدى روسيا من أنه أن تفتح مجالا للمفاوضات الخلفية أو السرية مع الأمريكيين أو مع أوروبا من خلال أمريكيها. روسيا قالت أنها تريد أن تتعامل مباشرة مع الولايات المتحدة
لأنه هي القوة القادرة على التأثير على الحلفاء، على أصدقائها، على الاتحاد الأوروبي، على الناتو. وبالتالي الهدف الأساسي للروس وكذلك للولايات المتحدة هو نعم التفاوض المباشر، ولن نستغرب إذا ما شاهدنا في الأيام القادمة أن هناك منفذ للتفاوض بين روسيا بين الولايات المتحدة الأمريكيين، وصحيح وروسيا.